بكل وضعيتنا نحن صعيبه، بدليل نحن اليوم راهو ملفنا ذي عمره 15 عام، 15 عام للاسف راهو من المماطله، 15 عام من التسويف، 15 عام معناه من تقنين البطاله، 15 عام نخدموا في ظروف غير لائقه، نخدموا في ظروف تتعارض مع معناه حتى مجال الشغل العالمي. نحن اليوم راهو ارتئينا انه ندخلوا في مقاطعه فعليه في الواقع نعيشوه، لانه الحقيقه اليوم مشكلتنا ما عادتش مشكله قطاعيه، مشكلتنا اصبحت مشكله اجتماعيه حقيقيه، لان عندنا زملاء راهو دخلوا ينوبوا 35 سنه، اليوم في الخمسين وتجاوزوا حتى الخمسين، دخلت عليهم وزاره التربيه. نحن ملفنا الحقيقه في وسط اليه تشغيل هش كان الملف الاستثناء، وهذا الحقيقه احنا ما فهمناش علاش كان احنا ديما المشكل المالي يطرح كان على وضعيه الساده النواب، والحقيقه انه الوضعيه هذه تاريخيا هي الاكبر من حيث الملفات الاخرى، من حيث ملف المعلمين النواب، من حيث ملف الحضارة وجدت الاموال، لكن ملف الساده النواب كان الاستثناء. احنا دخلنا في حركه احتجاجيه، حركنا الحقيقي كان متواصل طيلة هذه الفترة منذ بداية الثلاثي الثاني. الحقيقي دخلنا في حاجب، حاجب روائياتي كمخرج من مخرجات الهيئة الإدارية الاستثنائية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، الطرف المفاوض هذا مؤكد عليه. اليوم رانا دخلنا زادة في مقاطعة للدروس، هذه المقاطعة مفتوحة، ما لم تفتح وزارة التربية هذا الملف، ما لم توضع معناها جلسات تفاوض حقيقية للقطع مالي التشغيل هش وتتويج على الاقل الحكومات المتعاقبه اللي سوفت مطالبنا بدعوى انه القطع مع اليه تشغيل هش مطروح بجديه، لكن الحقيقه ما رانا شيء، وهذاك علاش خيرنا نزول للشارع. نحن رانا دعاة حل، رانا دعاة معناها رانا جزء من الحل، خيار المقاطعه راهو تفرض علينا، وهذا يا رب باش يتفهموه الاولياء. راهو نحن زاد ابناء اولياء، وراهو عندنا زملاء اولياء زادوا عندهم صغيراتهم، نحن رانا نخدموا في ظروف غير لائقه، راهو ما عندناش خلاص، ما عندناش اجر شهري، ما عندناش تغطيه صحيه، عندنا زملائنا من 2016 الى حدود اللحظه ما عندهمش مجرد قاعده بيانات، عندنا زملائنا ما تجاوزوا السن القانونيه لانهم قدموا سنوات عمل فعليه طيل 15 سنه، ما عندناش تغطيه صحيه، عندنا زملاء تخلوا عليهم معناها بدعوه انه شهاداتهم ما تخضعش للقانون 3123، في الاطار هذا نطالبوا بتسويه عادله وشامله تمر عبر هذه النقاط التي طرحتها. بالنسبه للعدد نتاع الاستاذ النواب، هو عندنا قاعده بيانات الوحيده 2008-2016 4890. زملائنا خارج قاعده البيانات مازالوا ما عندهمش قاعده بيانات، لكن حسب اسناد الشغورات ما يقارب 3000. دونك العدد نتاعنا هو بين 7000 و8000 استثناب. ما اؤكده وعكس ما يروج انه العدد نتاع الاستاذ النواب كبير وانا الشغورات قليله. احنا راي المندوبيه تقريبا كل شهر تهبط مراسلة ولا مذكرة من أجل إزداد شغورات جديدة، وهذا ما يأكد اللي حجم الشغورات أكبر من عدد الأساتذة النواب. احنا اليوم مطلبنا واحد، مطلبنا إدراج الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات اللي بعد 16 حاجتنا زادة باش يكون فما ترتيب للناس الكل، هذه المطلب من النقطة الأولى. النقطة الثانية تسوية شاملة للجميع، لأنه الفوتات اللي نتاع 1500 و200 وعم ما تهبطهاش وعم تهبطها، راهي ما عادش وكلنا يزي فاضل كيس. سيد الوزير كل مرة طالع ويقول لا ونحترموهم وكذا وباش نسول لهم وضعياتهم. أنا نقول هنا من المنبر هذا لسيد وزير التربية، وقتاش تسوية الوضعية؟ أعطيني اتفاقية محددة، أعطيها لي في وقت محدد، نعرف روحي وقتاش بتسوى وضعيتي، من بعد أوكي نصبر مع الدولة. احنا الدولة نتاعنا صبرنا معها سنين ومازلنا صابرين معها ونجموا نصبروا معها، أما أعطيني اتفاق سنة العام الجاي العام اللي بعد ونصبر، أما ما تسيبنيش هكاكا، لأنه احنا صاي فاضي كاس. احنا سنه خرجنا من الاقسام تاعنا، غادرنا الاقسام لانه انا ما عنديش صفه واضحه بالنسبه لوزاره التربيه، هل اني باش تسوي لي وضعيتي باش تسيبني؟ لا، اعطيني خطه، اعطيني اتفاق نضمن به حقي ونرجع لك للاقسام. نخوض اليوم وقفه وطنيه تجي في اطار تحرك ضد سياسه وزاره التربيه سلطه الاشراف في تعاملها مع ملف الاساتذه النواب. في الحقيقه نحن بدينا منذ الثلاثي الثاني في حجب الاعداد ومقاطعه مستمره ومتواصله، تخللت ببعض الوقفات من خلال يوم غضب جهوي الاسبوع الفارق، واليوم يخوض الاساتذه النواب وقفه وطنيه على مستوى وزاره التربيه للمطالبه بتسويه شامله وعادله لملف الاساتذه النواب. ملف الاساتذه النواب هو ملف حارق، وهو ملف انتقل من مطالبه بتسويه وضعيه الى ملف عداله اجتماعيه او عداله انتقاليه بالاساس، لانه انطلق منذ ما حكومات ما قبل الثورة، ثم حكومات ما بعد الثورة، ثم إلى حكومة ما بعد 25 جويلية، وفي كل مرحلة الأستاذ النائب يقدم تنازلات وتضحيات، وفي كل مرة الأستاذ النائب هو الضحية وهو من يدفع
ثمن الصراعات السياسية والنقابية من مرحلة إلى أخرى، إلى حين وصلنا إلى مرحلة تخلت فيها سلطة الإشراف عن الأساتذة النواب نهائيا من حيث اعتماد سياسة إعادة التوظيف في قطاع التعليم الثانوي. هذه السياسة التي نرفضها ونتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة، قوة الشارع، قوة الوحدة، قوة القاعدة الأستاذية تحت غطاء نقابي وتحت غطاء وحدوي، ونحن متمسكون بخيار المقاطعة وخيار الحجب الأعداد إلى حين الحصول على الاتفاقية التي تضمن كرامتنا.